أنا اسمي عبد المنعم، مقيم في سويسرا من أصل تونسي. طبعا أنا عندي زيارات كثيرة للمغرب بحكم الدراسة وبحكم العمل أيضا. سبق لي وأني زرت المغرب وزرت أكادير، وهذه التجربة الأولى الآن، تجربة التليفريك أنفار. نعتبرها تجربة فريدة ومتميزة، لا سيما أنها حافظت على الهوية المغربية مع يعني العمل على التنويع والتجديد في كل ما هو جديد فيما يخص العائلة والأسرة المغربية، لأن هذه التجربة يعني خاصة حاولت أنها تحافظ على الهوية المغربية في الاتجاه الصحيح. طبعا المغرب يعني غني عن التعريف، يعني لأن المناطق المغربية والتراث المغربي والإرث المغربي والحضارة المغربية يعني غنية عن عالميا، هي معروفة لا سيما الاستقطاب هذا الكبير للسياح وللأجانب، دليل على أن المغرب خاصة وأن حسن الاستقبال هو الشعار الأمثل والوحيد اللي دائما مرتسم في عند المغاربة. في أي مكان تزور فيه المغرب من الشمال إلى الجنوب إلا وتلقى حسن الاستقبال، الهوسبيتاليتي يعني حسن الاستقبال، حسن الضيافة وحسن الكرم وحسن المعاملة والبشاشة والضحكة، يعني تملأ قلوب الناس والمعاملة الطيبة. يعني أنا طبعا أنا فخور في أني أزور المغرب وأثني وأدعو كل من لم يزور المغرب فليبادر أن يأتي إلى المغرب ويزور أماكن السياحية الكثير الكثيرة، يعني يتعرف على المغرب عن قرب إن شاء الله. شكرا على حسن الضيافة مرة أخرى وبارك الله فيكم. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في العشان يوتيوب، بارتاجيو الفيديو، ديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.